معكم فاطمة زهرة أبو غانم من مدينة مراكش، خريجة معهد فنون الصناعة التقليدية، خديت تقني متخصص في المصنوعات الجلدية. حاليا كي تشوفوا كنخدم على صناعة ديال طاق الشرط اللي هي واحد الموتيف اللي قرب أنه يندثر، وكنحاول نجدد فيه ونعطيه طاقة جديدة ويخرج بمنتوج جديد وتبقى هاد الحرفة مستمرة ما تنضطرش. هاد التقنية هادي كنستعملوها على الجلد ديال المعزي بصباغة بيغمون، والجلد المعزي بوحده هو اللي أننا ممكن نطبقوا عليه هاد التقنية هادي. المشاركة ديالي في المعرض هي أول مشاركة، كنتمنى تكون مشاركة جيدة وإن شاء الله نستفد منها كيف حاليا كنستفد ونزيد مازال نستفد منها، وكنشكر المنظمين والصايرين على هاد المعرض.